شارينا شيء، فادنا تو ما شارينا شيء. يعني ما وش باغى تشتري؟ باغى اشتري وهذا البستو. ايوه. وش بعد؟ بعد وشاكليت، بعد هذا. حال وش هذا؟ حال اكل. ابراهيم بن يحيى بن رهي الهطالي. مرحبا الاخ ابراهيم، كل عام بخير. مرحبا الاخ سيف. الاخ ابراهيم، بما حلول عيد الفطر المبارك، ما هي استعداداتكم لقدوم عيد الفطر المبارك؟ والله استعدادات كثيره يعني لهذا العيد، منها وهي الفرحه بقدوم عيد بعد رمضان، وكثير وهي زياره اصدقاء، وكثير يعني ما اقدر اعدد لك من الاشياء اللي تستوي في العيد. يعني ما هي اهم الاحتفالات او مشاركاتك في العيد؟ والله في العيد هي التجول مع الاصدقاء في نفس يوم العيد، والفرحة طبعا، الرزفة وما شابه ذلك، وبعض الرياضات اللي يقدمها الشباب نفس اليوم العيد، وهي اللي تعبر عن الفرحة يعني. وما هي الهوايات اللي تحب تمارسها في أيام العيد؟ الأكل وهي العامل يعني الأساسي يوم العيد، والرزفة و التجول يعني مع الشباب في المناطق الولاية وهذا. نعم. ما تمارس ضرب البندقية أو في؟ نعم، هذه ممارسة يعني أساسية طبعا يوم العيد. المبارزة بالسيوف؟ لا طبعا، هذا السيوف ما موجودة يعني هنا عندنا بالضبط، لكن يعني في بعض البلدان الثانية فيها موجودة مبارزة بالسيوف. زين، ما هي الأهم الأكلات اللي تعدوها معكم هناك؟ طبعا يوم العيد. نعم. يوم العيد في عدة أنواع من اللحوم اللي تعمل يعني الوجبات، وفي الهريس وفي المقلي وفي الشواء وفي المشاكيك، يعني أشياء كثيرة يعني تعد يوم العيد للأكل. هل أتميت كل استعداداتك للعيد من حيث شراء الملابس وما يشابه ذلك؟ نعم، تم هذا قبل العيد تقريبا بأسبوع، يكون تحضير كامل للعيد والدخول في يوم العيد، مثل الملابس اللي هي الخاصة يعني أو الجديدة، وكل مستلزمات العيد تحضر قبل بأسبوع قبل العيد. تحب تهني أحد بالعيد؟ نعم، أهني كل الأصدقاء والمعارف والشباب بالعيد المبارك، ويجعل إن شاء الله على خير على الأمة العربية والإسلامية وعلى جهاز السلطان قابوس مساعي المعظم. في نهاية هذا اللقاء نشكرك الأخ إبراهيم، ونتمنى لك كل التوفيق وقضاء أحلى الأيام والأفراح في عيد الفطر المبارك. كل عام وأنت بخير. مشكور الأخ سيف، وكل عام وأنت